أما هلأ فبدنا نرحب بإحدى نجمات البطولة الكروية العالمية الفنانة بلقيس، ضيفتنا عبر زوم. فمساء الخير وأهلا وسهلا فيك بلقيس. مساء الخير يا بلقيس. أهلا وسهلا، مساكم ورد أنتم كل مشاهدين قناة الام بي سي. هلا والله، بعد زمان صار لك زمان ما طلعتي معنا، مشتاقين لك، هيك نورت الشاشة هلأ. حبيبي، إن شاء الله المرة الجاية عندكم بالسجن. إن شاء الله يا رب. بلقيس، قبل ما نفوت بتفاصيل تجربتك العالمية، خبرينا كيف أنت عشتي أجواء اللعبة الكروية؟ مين كنت بتشجعي؟ أنا من قبل ما تبدأ البطولة صراحة كنت أقول إنه قلبي مع الفرق العربية. فمتى ما لعب فريق عربي كنت قلبا وقالبا. وبعد كذا لما المغرب تأهل فاز المرة الأولى وبعد كذا المرة الثانية. وما بعد طبعا يعني كانت فرحة مغربية عربية عارمة، ولازلنا حتى هذه اللحظة فخورين جدا بالمركز اللي قدمته المغرب صراحة يعني. طبعا وإن كانت الرابع على مستوى العالم فبرضه هو شيء مشرف لنا كعرب جميعا. صحيح، باسمي وباسم كل عربي احنا جدا فخورين يعني بالإنجاز المغربي. أكيد طبعا. طيب بلقيس، أنت كنت ضمن النجوم اللي غنوا في حفل الختام، كلمينا شوية عن التجربة وقد ايه أضافت لك كفنانة عربية. والله أنا في اعتقادي أنه المشاركة هذه سواء أنا أو أي فنان عربي أو عالمي هي بتكون إضافة كبيرة لمسيرته الفنية وللسي في تبعه، أنه في النهاية هو قدم أغنية من أغاني المونديال وشارك في حفل ختام بطولة كأس العالم. صحيح. وطبعا انبهرت جدا بمستوى التنظيم اللي أحرزته يعني قطر متمثلة بحكومتها وبالقائمين على ترتيب البطولة والفيفا أكيد. يعني سعيدة جدا وفخورة، وكانت يعني الأحاسيس كانت أنا ححكي لكم شوية كواليس بيني وبين الفنانين. هالأدرينالين كان ضارب السماء قبل ما ندخل على أرضية الملعب، ولما دخلنا أرضية الملعب حسينا بحماس الناس والجمهور، الكاميرات اللي كانت تصور، وطبعا أنتوا عارفين يعني أنه مئات ملايين من الأشخاص عبر العالم تابعوا الحفل طبعا، ولا زالوا حتى هذه اللحظة بيتابعوا. وبعد ما خرجنا كان الأدرينالين طاير مرتين أكثر فوق، ودخلنا كلنا على غرفة الفنانين، كلنا كل اللي شفتوهم على أرضية المسرح كنا سألنا بعض قلنا What just happened؟ لأنه كله صار في 10 دقائق تقريباً أو أقل. فكنا في حالة انبهار ومو مصدقين، بس في نفس الوقت كنا يعني الأدرينالين كان ضارب في السماء ومبسوطين جداً جداً، والكل كان سعيد بصراحة. على فكرة هو يعني شرف. على فكرة كان واضح هذا الانسجام من الفيديوهات اللي شفناهم بالكواليس وحتى من شكلكم على المسرح قديش انتم كنتم مبسوطين. بس حقيقة بلقيس، أنا ما بدي أخفي إعجابي بالإطلالة الرائعة اللي طلعتي فيها، حقيقة كانت كثير كثير حلوة. سعيدة فيه جدا انه قالوا احنا شفنا كاس العالم داخل على ارضية الملعب قبل نشوف كاس العالم. شبهوكي لكاس العالم. قالوا هذه كاس العالم داخل ارضية الملعب، هي بنفسها بزينها وعينها متمثلة ببلقيس واللبس الذهبي اللي كانت لبسته. كنا عاملين مفصلين عليه شوز كعب هاي هيلز، تصور موجود في الصور في الفوتوشوت. بس بعد كذا بلغونا انه الفيفا تمنع منعا باتا اي كعوب تدخل على ارضيه الملعب عشان ما تخرب الارضيه. صح، حفظنا الارضيه. اوكي، فحطونا امام تحدي جديد اللي هو لازم نلبس فلات او بوتس. فصمموه في 3 أيام بالضبط. واو. دار فالنتينو. وسافر سدريك حداد على ميلان، من ميلان جاء على الدوحه، قصة البوتس طلع بيرفكت على الملابس وتوفقنا بالشكل اللي انتم شفتوه يعني. انت نيتك صافية يا بلقيس، بتتوفقي بكل شيء. امك دعيت لك. طب بلقيس الحمد لله. بلقيس احنا طبعا بنتمنى لك كل التوفيق بجد، وبجد كنا فرحانين وفخورين بيكي وبكل النجوم اللي شاركوا معاكي، ويا رب دايما كل نجاح في اعمالك اللي جايه بلقيس، وشكرا ليكي.